هل يجوز مس الكتب التي تحتوي على آيات قرآنية ككتب الفقه مثلا من غير طهارة؟ نعم لا بأس، لأنها ليست مصاحف، هذه كتب تفسير، كتب حديث، كتب لغة، ولو كان فيها آيات هي ليست مصاحف، إنما الممنوع مس المصحف من غير طهارة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر.